شاركونا فرحة افتتاح مهرجان الشيخ زايد على أرض الوثبة في أبوظبي. يفتح المهرجان أبوابه بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر. Share with us the joyous and celebratory opening ceremony of the Sheikh Zayed Festival in Al Wadba, Abu Dhabi. حضوركم بالافتتاح يعني الكثير من المتعة والسعادة والمرح. سابقات، ثوبات، جوائز قيمة. منصة مثالية لآلاف العارضين المحليين والعالميين. مغامرات حافلة بالإثارة والتشويق في افتتاح استثنائي مليء بالفعاليات. تنتظركم العديد من المطاعم العالمية اللي تقدم لكم أجمل الأطباق الشهية. أحدث منطقة متاحف استثنائية ومتحف العلويات. عروض شعبية تراثية بديعة تمثل الرحلة الفريدة لشعب دولة الإمارات. حضارات العالم على اختلافها وتعددها تجتمع هنا في العاصمة. سهرة أسرية ممتعة مع العروض الفلكلورية والفعاليات الترفيهية. ألعاب نارية رائعة. عروض شيقة لنافورة الإمارات الأولى من نوعها. الهولوغرام والطائرات الصغيرة. أفضل الطرق لإعادة بناء السيارات الكلاسيكية وتجديدها. حياكم كريزي كار للذهاب. بيت الرعب ومفاجآت الغرفة المظلمة. تعالوا استانسوا معانا. مغامرة فنية مذهلة تجمع بين الإبداع والتسلية في شارع السلفي. شاهد بنفسك عبق التاريخ. استمتعوا بلحظات لا تنسى. نستمر في الإبهار عاما بعد عام لتقديم كل ما يدخل السعادة في قلوب الزائرين. حياكم، مرحبا بكم، نترياكم. فرحة من القلب تجمعنا وياكم دوم هني في مهرجان الشيخ زايد.